إن كنت مستشارا للقوات الأمريكية أو لحلف حارس الازدهار أو عملية بسايدن آرشر التي أطلقوها تجاه الحوثي، كيف ستنصحهم؟ ما هي النصيحة للولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها لكي تحقق ضربات ممكن أن تأتي بنتيجة ضد جماعة الحوثي، بما أنك الآن ترى أن لا نتيجة حقيقية وهذا الأمر واقع، يعني واضح على الأرض بأن جماعة الحوثي لا زالت تحقق ضربات وتهدد بشكل خطير ليست فقط السفن وإنما المدمرات الأمريكية. نعم، يفترض في تصوري أن 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 تستعمل أو تستخدم ليس الطائرات هورنت أو سوبر هورنت يعني F-18، وإنما وكذلك بالنسبة لبريطانيا مثلا طائرات تورنادو، وهذه كلها طائرات هجوم أرضي، يعني لا تحمل من القنابل سوى القنابل التي تزن ربما طن واحد نصف طن ربع طن وما إلى ذلك، وإنما أم القنابل أمهات القنابل التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تقذف أو تسقط إلا من طائرات القاصف العملاقة مثل B-52 والB-1 والB-2 وما إلى ذلك، يعني هذه طرز الثلاثة هي المعتمدة عليها. فإذا عندما تقذف قنابل أو أم القنابل التي وزن أثقلها 13 طنا وهناك طبعا 9 أطنان و7 أطنان والأخفض من ذلك، هذه سيكون لها تأثير عظيم على الكهوف التي تختبئ فيها أو تخبأ فيها الأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ أرض أرض التي يمتلكها الحوثيون. فإذا الضربات بطائرات الهجوم الأرض الجراوند أتاك لا تفيد في مثل هذه المناطق، مثلما لم تكن تفيدنا مثلا في الحرب العراقية الإيرانية وكذلك في حرب الشمال ضد الأكراد التي كانوا يتعاونون مع إيران في عهد الشاه في عام 1974 و75 وما تلاه من التعاون الكردي الإيراني اعتبار إيران الخميني، يعني إيران الجمهورية الإسلامية منذ عام 1983 وإلى حد عام 1988، يعني طائرات الهجوم الأرضي لم تكن تفيد في المناطق الجبلية التي يختبئ فيها المقاتلون وكذلك تخبأ فيها الأسلحة التي ذكرناها.